رأيكم؟ في البداية أنت طبعا لازم تعرف أنه تيلريك كومبوننتس مخصصة لأكثر من هدف. أنت ممكن تستخدمها في الديسكتوب أو في الويب أو حتى مع الفون أبليكيشن. طبعا في منها مع الأجاكس وفي منها مع الام في سي ومع الجي كويري ومع البي اتش بي والسيلفر لايت والكور والجي اس بي. طبعا وهي عمل لك في الموقع شرح للديسكتوب والويب فورم والدبليو بي اف كمان، وفيها طبعا ريبورتنج داتا اكسس وحاجة مرتب شيء خيالي الأمانة، شيء مرتب خالص. هنا حتى مع التلاريك بلاتفورم لو انت بتلاحظ، بس في البداية هو طبعا بديك اياها ترايل تجريبية، فترة تجريبية، وانت حتشتري بعد كده طبعا ضروري. ولاحظ شوف هنا حتى اس دي كي كمان واكزامبل موجود على الجيت هاب فور فون ابلكيشن يونيفرسال، يعني حاجة مريحة جدا للأمانة، رائعة جدا لو بتلاحظ. طبعا انت اذا عايز تشتريها اشتري، اما هي بتنزل 30 يوم ترايل بتسطبها عندك. انا كل اللي بهمنا احنا هنا انه انت تعرف انه انت لازم تنزل التولز الكومبوننتس وتسطبها عندك على اساس ان نبدا نشتغل فيها. طبعا يا بتنزلها من الموقع نفسه تبع التلرك اندو يو اي، او بتيجي بتبحث اي موقع موجود فيه على التولز هنا. تمام، لو بتلاحظ هنا دخلنا على الديمو حتشوف هنا تولز كتيرة كومبوننتس من ضمنها الجريد. طبعا الجريد موجود فيها جريد، وهنا طبعا هنا لها الجريد هي اكتر استخداما ولها انواع كتيرة. طبعا بيجينج سورتينج كتير اشياء موجودة فيها خدمات. طبعا سنجولار ما مش حنشرح، احنا خلينا نشرح بس مع الام في سي كيف نعمل اد اديت ديليت وكل العمليات اللي احنا حكينا عنها في الفيديو الاول. تمام، بتسطبها وبتفعلها عندك، وان شاء الله حنبدا نعمل المشروع في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.